انطلقت فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى حوار الأديان تحت شعار هنا نصلي معا، والذي يتزامن مع اختتام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح الحائط الشمالي. يعقد المنتدى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. انطلقت فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى حوار الأديان، والذي يتزامن مع ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح الحائط الشمالي بجوار بوابة النصر بالقاهرة. دي الدورة 17 17 عام من التألق والنجاح والاستمرارية والإبداع على مدار الأعوام السابقة، بمشاركة 225 فرقة. الدورة دي أقيمت في ثلاث أماكن، في السور الشمالي، مسرح السور الشمالي، وقصر الأمير طاز، وبيت السنار. كل فرقة تتمنى أنها تشارك في هذا المهرجان لأنه يضيف لها في التاريخ وفي الإشهار لها. أنا محظوظ أني هذه الرابع مرة نشارك في مهرجان سماع، ويعني عندي مهرجانات أخرى شاركت بها في مصر في أماكن أخرى، ولكن مهرجان سماع مهرجان يضيف للفرق ويزيدها في تعطيها بطريقة عالمية، يعني تدخل العالمية. مهرجان سماع اللي أنا جيت لأول مرة معاهم، هم كانوا معنا فرقة جت لعدد المرات من مصر، وشكروا لي المهرجان هذا، وبقيت نتمنى باش نجيها. ما كانت زيارة وكانت حاجة معناها تشرف وحاجة ممتازة جدا. مشروع ملتقى الأديان يتميز بالتناغم مع تفرد المكان وبراعته وعمق الحضارة المصرية، حيث تتوحد المشاعر وتندمج لتخلق لحظة التواصل الإنساني من مختلف البلدان. الحقيقة هذه المشاركة الرابعة لنا في هذا المهرجان، وشرف لنا أن نشارك في هذا المهرجان الذي يدعو إلى السلام ويدعو إلى المحبة ويدعو إلى أكيد ربط أواصل الأخوة بين كل الشعوب بخلاف ما يوجد في السياسة. فنحن جئنا من أرض الشهداء إلى أرض الأنبياء لنزرع، لنقدم رسالة إلى إخواننا في مصر وإلى كافة الدول الصديقة في هذا العالم الفسيح. الدورة 17 لمهرجان سماع أنا بالنسبة لي أول سنة، السنة دي بشترك مع الدكتور انصار فتاح في مهرجان سماع، وموضوع جميل قوي بالنسبة لي بالنسبة لإنشاد الدين. يعني كنت بتمنى من ربنا أبقى موجود معاهم، والحمد لله رب العالمين موجود معاهم السنة دي، وبعدين معمول شوية توشيحات وأغاني دينية جميلة جدا ورائعة. الملتقى يبعث برسالة سلام لكل دول العالم، مفادها أن مصر ملتقى الأديان وواحة الأمن والأمان التي تستوعب كل الجنسيات ومختلف الثقافات. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.